للشعب الجزائري حق أن يفرح، هذا واحد ما يقدر يمنعه. يعني شفنا كثير من التعليقات، حتى شكينا في وطنية بعض، نعم نعارض، ولكن لما الشعب هذا يحتفل لازم نحترمه هذا الشعب اللي هو في الحقيقة نجاح الفريق الوطني هو نجاح الجزائر. إن شاء الله هو تكون هذه تعمم على 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 مجالات أخرى. أخي جمال، في الثمانينات في البرازيل في مجال السير في فرق كرة القدم كانت تجربة رائدة في صناعة الرأي العام في البرازيل، ويعني ضد العسكرة والفساد اللي كان متمكن من المجتمع البرازيلي، وبالتالي تعمت إلى عدة مجالات في المجتمع البرازيلي وأسقطت الدكتاتورية وأدخلت البرازيل في ديمقراطية سياسية، ورجعت البرازيل بعد سنوات قوة ضاربة حقيقية، مش تاع الخرطي، قوة ضاربة. البرازيل اليوم من أكبر الدول في التصنيع، ولا يعني وأنا زرت البرازيل وشفت يعني كيفاش تحولت البرازيل في بضعة سنين. يعني في الثمانينات كانوا عايشين مثلا في تخلف وفي ديكتاتورية، ولكن اليوم تشوف البرازيل راهي حتى يصنعوا حتى الطيارات، أخي لحقوا وين الطائرات، يعني فيه تكنولوجيا وفيه عندهم بنوك وعندهم منظومة مالية وعندهم اقتصاد وعندهم عملة وعندهم يعني مش فقط. وبالتالي احنا نقول أن الشعب الجزائري هاوليك مثل، شوفوا يا جماعة ما نروحوش بعيد، الحل سهل، كفاءات، حب الوطن، إخلاص، مصداقية، حرية تعبير، وخلي الشعب الجزائري. يا أخي يا أخي جمال، لماذا لا يسمح للكفاءات الأخرى أن يجيوا في المجالات الأخرى؟ لأن اللاعب تاع كرة القدم لما يجي ما يشوفش واش راهو صاير في البلاد، يلعب ويروح. أما إذا كان جابوا الاقتصادي، وإذا كان جابوا الخبير في التكنولوجيا، وإذا كان جابوا، لا راح يدخل دون لي رواج دو ليطا، ويعرف الخراب ويعرف الفساد ويعرف العفن. وبالتالي هم لا يريدون للخبراء الجزائريين اللي عايشين في دول محترمة وعايشين في دول يصيرها القانون ويحكم فيها العلم والبحث العلمي أنهم يجيو، لأنهم راح يصدموا، لأن الرديء ما يقدرش، الرداءة والكفاءة يعني عمرهم ما يمشيو في نفس، فهمت يعني، متوخطاني متوازي ما يلتقيوش. وبالتالي حتى في اعتقادك هل يمكن استمرار في محاولة استغلال كرة القدم كأفيون؟ مع أنه الصورة واضحة بالنسبة حتى للجزائر الذي يفرح بإنجازات المواطن الجزائري، ولكن يحزن أنه يرى بلده ليس فيه ملعب باعتراف مدرب المنتخب جمال بن الماضي، ويرى انجازات في دول في ظرف قياسي مثل ما حققته قطر مثلا او دول اخرى. تعرف نحكي لك اخي جمال، لما اول مره مشيت لدبي في 2003 في دبي، جاء واحد شاب جزائري كان ربح الباك هذاك الوقت، ربح وخرج، اول خرجنا من المطار شاب في عمره باك 18 19 سنه، اول مره يخرج من الجزائر. فلما خرجنا لدبي وشاف ناطحات السحاب وشاف المد، قال لي تعرف واش قال لي اخي جمال، هو ما يعني من وهراني يتكلم بالاكسون اوراني، قال لي وهذا ونعرف الجزائر كلها خونوها، عرفت الجزائر كلها خونوها، يعني الجزائر كلها سرقت عن بكره، سرقوها الجزائر. هذا الشاب في عمره 18 سنه لما شاف مع انه شيخ زايد كان يرى بالعكس في الجزائر نموذجا للتطور، ذهل لما زار الجزائر في السبعينات وما فيها من عمران. هل المفارقة العجيبة أخي، اليوم أصبحوا مش فقط الدولة، كل شوف مثلا الكفاءة الرياضية كلها راه في قطر وفي الإمارات وفي السعودية وفي عمان وفي الكويت وفي رهم، كفاءة كبيرة تاع الجزائر، كفاءة كبيرة، لأن عرفوا كيفاش اون برومي بلان اختاروا الأمريكان في التوب مانجمنت، وبعدين يجوا منهم البريتيش، وبعدين هلما وجرا، فوصلوا اختصروا الطريق، رب كونوا اولادهم، حطوهم امام الامريكان وامام الانجليز في ما يخص التسيير الكبير. اليوم قطر اصبح يا اخي جمال، القطريه اليوم اول شركه الطيران في العالم، هذا ما جاش بلاش يا اخي جمال، واحنا الجويه لا اثر لها في في في, في التصنيف العالمي، ما عندهاش. حان الشعب لازم يفطن هذا النظام، يخافوا ربي يا صاحبي، خافوا الله يا صاحبي، خافوا الله، وخلوا هذا الشعب، خلوا هذا الشعب يتنفس. اخي جمال، كنت قبل نحوس على 5 اورو، هاي 5 اورو،
5 أورو هي ما يعادل 100,000. هذا واش يدي المعلم في الجزائر؟ المعلم يدي 5 أورو جمال. تقصد يوميا؟ يوميا نعم نعم يوميا اللي بتعتبر 100,000 خمسة أكثر من 100,000 اليوم. يعني هذا واش يدي المعلم اللي يقري وليدك ووليدي يا أخي جمال؟ يعني سبحان الله رانا عايشين في عالم يا أخي. والله هذه ما تجيب لك ممكن قهوة وكرواسون هنا في لندن. الوقت أدركنا.